فهكلمك دلوقتي في استراتيجية السعادة. دلوقتي عايزك تعمل حاجة بسيطة، ركز على تنفسك وخد نفس عميق وطلع الزفير أطول من الشهيق. لما تطلع الزفير أطول من الشهيق بتوصل لمرحلة من ذبذبات المخ اسمها الألفا، هكلمكم عليها بالتفصيل بعد كده في قوة القرار. فخد نفس عميق وطلع الزفير شوية 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 شوية. ودلوقتي غمض عينيك وريح نفسك تماما وركز فقط على تنفسك. ارجع بذاكرتك للماضي، والمخ عنده القدرة يرجعك للماضي أو للمستقبل لو عايز. ارجع بذاكرتك للماضي وبعد فكر في تجربة كنت فيها سعيد جدا في حياتك، سواء كان في حياتك الشخصية أو في العمل أو في حياتك أي حاجة. ارجع للماضي وخد لك تجربة من التجارب كنت فيها سعيد، حتى وانت بتصلي كان فيها خشوع، أي حاجة حسيت بيها في سعادة. وانت هناك اتنفس بنفس الطريقة وانت سعيد، فكر نفس الأفكار، لاحظ بتقول لنفسك ايه، لاحظ تحركات جسمك وتعبيرات وجهك، لاحظ اعتقادك اللي بيدعم سعادتك، وعيش اللحظة دي شوية. ودلوقتي ارجع لي هنا شوية شوية وافتح عينيك وخد نفس عميق وبس بص حواليك عشان نعمل حاجة اسمها اكسر الحالة. اكسر الحالة يعني بنكسر الحالة اللي كنت فيها. ودلوقتي ارجع تاني فكر في نفس التجربة، مو انت هنا وانت هنا، غير ما تغمض عينيك بس فكر في نفس التجربة، هتبدأ تشعر بالسعادة. ايه اللي انا عملته؟ حاجة بسيطة جدا، انك بتدرك انت نفسك تبقى سعيد ازاي. لان سعادة الانسان بيضيع في تحديات الحياة وينسى ان ربنا خلقه عشان يسعده. ربنا خلقك عشان نفسه، ما خلقنا الجن والانس الا ليعبدوه. ربناك عاوزك تعبده، وهو وعدك، ربنا وعدك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. وبشر المؤمنين، ربنا بيبشرك بيحبك، يا ابن ادم انت بتغلط للصبح وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لك. وانت عارفه يا ابن ادم لو وصلت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني لغفرت لك ولا ابالي. شوف الروعه دي تخليك تتفائل، ربنا سبحانه وعدك. تعرف دلوقتي واحنا موجودين في المطعم من شويه وبصيت لقيت فيه عصافير حوالينا، تيجي عصفورة تيجي حاجة تاكلها موجودة حواليك، عصافير في ضمان وأمان تام، متفائلين إن هياكلوا هياكلوا، مش خايف من حاجة. فما بص العصفورة عايشة إزاي دي؟ عايشة فين؟ الله سبحانه وتعالى، مفيش دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها. عشان كده ما تخافش، اتكل على الله سبحانه وتعالى، هتلاقي نفسك بتبتسم كل يوم وأكثر وأكثر. دلوقتي أنا غيرت الموضوع مخصوص، ارجع تاني لاستراتيجية السعادة وارجع تاني يا ترى أنت كنت سعيد إزاي؟ الكلام ده مش كلام تمثيليات ولا كلام كتب، اعمل اللي انا بقولك عليه، ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، هتحس بسعاده، السعاده جواك. عشان كده الانسان، كل انسان عنده في حياته كل التجارب والخبرات اللي محتاجها. عاوز خشوع هتلاقيه في الماضي، عاوز سعاده هتلاقيها في الماضي، عاوز قوه ذاتيه هتلاقيها في الماضي، عاوز ثقه في النفس هتلاقيها في الماضي. كل اللي تعمله ارجع بذاكرتك للماضي وعيش تجربه معينه وحس بيها وجيبها في الوقت الحاضر. الإنسان لا يستطيع أن يشعر لا في الماضي ولا في المستقبل، فأي حاجة بتفكر فيها بتشعر بيها في الوقت الحاضر. أصبحت أنت بتاخد التجارب الإيجابية اللي في حياتك وبتشعر فيها في الوقت الحاضر. اعمل الاستراتيجية دي الوقت للتاني وتمتع بسعادتك. حتى لو شفت طفل صغير وابتسمت له وضحك لك وخلاك تضحك وحسيت بروعة داخلية، دي استراتيجية بسيطة جدا. اتعلم إزاي تبتسم، ازاي تحس بالتفاؤل. بص حواليك شوف كل حاجه ربنا خلقها لك، ربنا صممها لك انت بالتحديد. انت عارف طفل صغير كده ممكن ياخد فيل يحركه، لان الانسان اقوى بكتير جدا من كل المخلوقات. انت عارف من اقوى المخلوقات في العالم مش الاسد، التمساح، لان التمساح ممكن يجري وراك في البر وفي الميه، الاسد لا، لو نطيت في الميه ما يقدرش. لكن التمساح لو خبط عليك في اكتر من 150 الف بي تي يو، يعني قوه القبض بتاعته ما حدش هيقدر يخرجها لك اطلاقا، بيقسمك اتنين. وغير كده غير خبطة الديل، فيعني التمساح خطير جدا. مين يقدر على التمساح؟ الانسان. ده مش بس كده، شوف الراجل بتاع استراليا اللي بينط عليه ويحضنه وبعدين يعمل ويلعب بيه وبعدين يفكه تاني. الانسان، الانسان قوي جدا، قوات لا محدوده، قدرات غير طبيعيه. فانت لما تاخد القدرات دي وتحطها في الفعل
تخيل ايه اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه. عشان كده خد بالك لما الله عز وجل قال لك وقل اعملوا، كلمه اعملوا ده امر مباشر. طب ليه يا رب؟ لان العمل عباده، لان العمل انجاز. فسيارة ربنا بيشجعنا، سيارة الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ربنا بيتفرج علينا. فربنا بيقول لك انا خلقتك يا ابن ادم بقدرات لا محدوده، وسخرت لك السماء والارض وما بينهما، واديتك معجزات معجزات في معجزات، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فعلا اللي احنا نعرفه لغايه النهارده ما عندكش فكره عن قدراتنا. انا كل اللي انا عمال اقراه قوه العقل الباطن، قوه الانسان، قوه المخ، ولغايه دلوقتي تلاقي نفسك بتعيش في متاهه، لان في كميه من المعلومات لن تتخيل روعتها. شوف الطحال بيعمل ايه، وشوف الكبد بيعمل، مش معقول. انت لما تخش جوه، لما تشوف الجهاز العصبي لن تتخيل روعته، جهاز المناعه، الاثنين شغالين 24 ساعه بيدافعوا عنك طول النهار. كل ما تعرف كده ما تعرف كده لازم تسجد، لازم تحب الله عز وجل اكتر واكتر واكتر. فلازم تكون متفائل، مش ممكن اطلاقا بعد كل قلنا ده تكون متشائم في حاجه. ايه اللي ممكن يخوفك؟ ايه اللي ممكن يوقفك؟ إذا كان أي حد في الدنيا ممكن يحقق حاجة، أنا وأنت ممكن نحققها. إحنا موجودين النهاردة وبنصور النهاردة وبالليل، وفي كده حاجات رايحة جاية بتتعامل معانا. طبعا الحشرات الجميلة دي كلها، وأنا عايز حاجة بالنسبة لحكاية الحشرات دي، أنا عندي ودي قصة تحفة. أنا عندي في بيتي في مونتريال عندي حوض سباحة، فعارف لما يكون الجو كويس بتقع فيه حشرات. فطبعا حشرة ملهاش ذنب وقعت في حوض السباحة بتاعي، ما تعرفش. فأنا أروح بطلعهم وأمشيهم. ففي يوم من الأيام لقيت نملة واقعة وبتغرق، رحت مطلعها ورحت مخلجها بره. راحت واقفه على رجليها الورانيين وقعدت تنظف نفسها ورفعت ايديها لفوق. انا قلت والله بتدعي لي، قلت النمله دي بتدعي لي. الله يخليك يا ابراهيم يا فقي، ما يوقعكش ابدا في حوض سباحه ولا خلي واحد تخين يقف عليك. عارف لما تيجي تفكر بالطريقه دي فيها ايه يعني لما تنقذ النمله؟ احنا لما كنا في المالديف المره اللي فاتت بصيت لقيت في حاجه حصلت، لقيت امال بتخاف من الصراصير الزهاوي، طبعا في الخليج بيسموه الزهاوي، عارفين الزهاوي؟ بتخاف من الزهاوي. فاللي حصل سابت لي الاوضه وخرجت، سابته لمين؟ سابته للصرصار والمفتاح جوه. طب نخش ازاي؟ يعني المهم دخلنا بالمفتاح الرئيسي، بصيت الصرصار واقف في ركن خايف مرعوب، مش عارف ان دخل بيت قتالين قتله، يا دوب يخش الصرصار بيت كلهم وراه، اللي وراه بشاكوش واللي وراه بجزمه، كل واحد من العيال وراه، ما صدقوا لقوا صرصار. الصرصار مش عارف دخل بيت قتالين قتله، مش عارف. طب انا ايه اللي دخلني؟ انا دخلت غلط يا جماعه، ما تخرجونا. رحت حطيت عليه فوطه، رحت مخرجه، رحت حاطه بره في الجنينه، راح خارج وهو خارج بص ورا كده قال لي متشكرين يا ابو خليل. عارف ازاي؟ لما تيجي تفكر فيها حاجه بسيطه جدا، انت خليت مخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى. علشان كده خليك متفائل، لان الله سبحانه وتعالى بيحبك اكتر مما تتخيل. فافتكر معايا، انت لا شكلك ولا وزنك ولا لونك ولا طولك ولا حجمك، انت احسن مخلوق خلق الله عز وجل. عمرك ما تنسى دي، اذا كان في حاجه لازم تدركها هي دي، انك احسن مخلوق خلق الله عز وجل، وسخر لك السماء والارض وما بينهما، كل شيء موجود علشانك انت. فلازم تتفائل، عشان كده عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. والشتاء بيتحول لصيف، والضلمه دي بتتحول لنور، والقلق في راحه، ولولا التحديات ما كانش في قوه ذاتيه. والتفاؤل هو بداية الخير، والإدراك هو بداية القوة الذاتية. فعيش كل لحظة بحبك لله عز وجل، عيش بتتبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، عيش بالتفاؤل، عيش بالأمل، عيش بالكفاح، عيش بالفعل، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.